هلأ عودة للمنافسة ولا آخر ثنائي معنا. كل واحد من ميرفت ومحمد عنده تصرفات غريبة عجيبة. شوفوا معنا. تفضلي بقى. بلش انت الاول. بلش الشغلة اللي ما بيعرفها العالم العربي يعني محمد انه هو بس يعصب بيتخانق مع حاله. مرة عصب قام صار هيك مزي شو مدري شو صار يحكي بيتخانق الناس كلها فضحتيني قدام الناس كلها. انا صرت اطلع عليه انه شو هذا. ميرفت دي مجنونه جدا، بتمشي على ايديها اكتر ما بتمشي على رجليها. مره كنا واقفين في التمرين وبتكلم معاها كده وشايف وشها بلف برجع لقيت رجليها على طول في اي حته تقوم مقفله على ايديها وتقعد تمشي كده على طول. Put these on. We need to work on your personality. You have to hold it cute. Not just like this, you have to be cute and fabulous. Okay. Try this hat. Can you be this hip-hop diva? You guys have been doing ballet and nice lifts and all that other stuff. Now we want you to drop it low, swing your hair, be cute. And you, you're the player from the streets. I need you to have all the girls. I want you to just own the stage like it's yours. Can you do that? Of course. One and two. This week's routine is a crazy in love kind of routine. She's crazy about him, madly in love, like her first time being in love. And he's like the local regular player. He has many women. He's the comfortable guy. Okay, خلاص. That's a good start, but I need fire. في شيء أصعب من إنه أرقص هيب هوب. You look tired, honey. I need fire. Fire, pizzazz, honey. I need sharp. سكسي انه يكون سكسي اكثر شغلات جديده علي فشوي رح يكون اصعب التحدي. It's like you're enticing him. You want to lure him in. You want to make him want you. هلا انا خجوله شوي. 2 3 4 استني باب. اول مره ارقصه انا بحبه عشان هو في باور ونيرف وكده. لازم اخرج من بالك كلاسيكي وادخل ايمان. You're a player. So even though she's crazy about you, you're not crazy about her. فبحاول ادخل الشخصيه دي. الحمد لله يعني هي قريبه شويه. You make her think that you know want her, but you may have four other girls somewhere else. No problem. That's no problem for you? Yes. Why is this? Girls, عشان ننجح بهي الرقصة لازم انا اكون سكسي. بس عشان انا بقى انجح لازم اكبر دماغي منها خالص. حينجحوا او ما رح ينجحوا لاول مره برقصه هيب هوب ميرفت بهلوان ومحمد حامد ديجا فو. Don't be mad at me. I just make the hits like a factory. I'm just one to one, nothing after me. No deja vu, just me and my own. Baby, I can't go anywhere without thinking that you're there. Seems like you're everywhere, it's true. Gotta be having deja vu. Cause in my mind, I want you here. Get on the next plane, I don't care. It's because of you that I'm having deja vu. Boy, I try to catch myself. Thank you.
يو 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 ميرفت ومحمد اللي شفناه ابدا ما كان ديجا فيو، والفضل لمصممة الرقص الأمريكية شانتال هيف. يو روك جيرل، ثانك يو. بيير ديلين، كيف لقيت ميرفت ومحمد بالهيب هوب؟ Oh my God, oh my God. You made me love hip hop. Yes, me too. Yes. Mirvat, more sharpness from you would have made it perfect. Muhammad, you were stunning. Yes. Absolutely stunning. It was as though you were made for hip hop. I'd love to see you, the two of you, go through to the very end. واو عم بيقول رقصة كتير حلوة خليتوه يحب الهيب هوب. ميرفت عم بيقول لو كان بعد في دقة أكتر شوي بحركاتك كانت رح تكون كاملة، ومحمد كأنك خلقت لترقص هيب هوب، بده يشوفكم أكتر من بعد إن شاء الله للنهائيات. ثانك يو بيير. ميرا سماحة، ميرفت عندك حضور، عندك ليونة، عندك قوة، وعندك سيدكشن وقت بدك كتير، وعندك تحدي كبير قدامك اسمه محمد. محمد انت مش بالي دانسر، انت مش جاز دانسر، انت مش هيب هوب دانسر، بكل بساطة انت دانسر. I'm under the spell. زقفة لمحمد. Excellent. شكرا ميرا. شال، شو رأيك بهالديجا فو؟ هلا عن جد؟ ايه عن جد. عن جد؟ عن جد. عن جد شو؟ انتو مسك الخدام كنتو. واو زقفة، بيستاهلوا زقفة اكيد. أستاذ عزة، انا من اول ما شفتك محمد عارف انه انت حتكون اصعب رقم بالبرنامج، ومحتار. انت بترقص قبل البريك دانس؟ لا والله. التوب روكس مان بي بوي كمشتك كثير منيح. الحملات والفزات اوكي حلوين، بس انا اللي حبيته اكثر شيء انه عندك الهيب هوب باونس. بو 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 بو. يعني even when you clap انت عم تزقف برا بوم بابا بوم بابا بوم، هيدا الشيء بيطلع من هون. فعندك ايه هلا ميرفت، خليني روق اقعد على القاعد. خذ نفس عميق. نفس ميرفت. محمد بدك تخاف من ميرفت. ميرفت الفليب تبعيك سكسي ليدي اند شرسي بالمحل اللي عم تكوني شرسي فيها. الفليبس كل الاتي تبعيك، الهيب هوب موجود جواتك كمان، انتو خطيرين كثير. ثانك يو شال نلي. طب اقول ايه هم خلصوا الكلام كله يعني انا مش عارفه اقول ايه. طب اقول حاجه واحده بس. اولا انت راقص باليه ولازم يا ابني تبقى فخور، قلت لياسمين قبل كده انت تعرف تعمل اي حاجه، ده اولا مبدئيا. تاني حاجه مسابقه سو يو ثينك يو كان دانس معموله للراقصين زيكم، اللي كل رقصة ما تعرفش تفرق هل انتوا جايين منين من اي حتة. انا حسيت ان انا بتفرج على هيب هوب دانسرز زي ما تشارلز قال، مع انه هو خبير اكتر في الموضوع ده اكيد مني، بس لقيته مبهور اخيرا، فانا مبهورة اكتر منه بكتير. واكيد اكيد اكيد هشوفكم في الفاينلز، ده لازم ان شاء الله. شكرا نلي. بذكركم انه فيكم ترجعوا تحضروا ميرفت ومحمد وكل الرقصات والحلقات اللي حبيتوها على اليوتيوب. هلا خلينا نشوف معكم شو رأي الجمهور والتويتس اللي وصلوا لكم تعليقا على أدائكم. لارا بتقول you guys were on fire, stunning performance, كنتوا ولعانين وأداء رائع. تاني تويت واو just wow, ميرفت sexy, wild and such a diva, keep it up guys. ميرفت ميرفت سكسي حلوة كتير وديفا. اوكي ما في لزوم ترجم. الى الامام. حابين يكونوا ميرفت ومحمد بمنطقة الامان، كثفوا تصويتكم وابعتوا اس ام اس من مصر على ال 94 71، ومن سوريا على 16 78 سيرياتيل، ومن سوريا كمان على 15 64 ام تي ان، واكيد من كل البلدان وحدوا تصويتكم بجني بالمشترك خطر الاستبعاد. بدكم تبقى ميرفت، بعتوا يلا خمسة. ميرفت بحاجة لدعمكم وبتستحق صوتكم. أما إذا حابين يكمل محمد فبعتوا يلا 13.
ميرفت ومحمد صار فيكم تروحوا ترتاحوا. Good luck.